الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضاو ضيال كلنتي وعن أو ناكسن كسر دواد برنامج كاني ضدك إيو دينتا أو تدواد البعض كبرتين نات كدعوة تان ترفيشنكا جوب جوب برامج كان ضدك إيو دينتا ألا بوحا نكون مرتقى عدنا علماء لنا سوماليا سي أن وحبة أن أوفى إيدي سنو إسلام كان وحا نكون سوق عدنا وضبوك الدوان أو كترجمية أرمها دينتنا إسلامكا todobaad kan daawadayaal barnaamijkeena dadka iyo diinta waxa marti noogu ah sheekh Cabdul Xay sheekh Aadan oo ah imaamka ama khatiibka masjid Umar bin Khattab isla markaana ah bare jaamacadeed maantana waxa aanu barnaamijkeena ku eegi doonaa hadii Ibraali ka noqdo fitnooyinka adduunka dir ku soo kordhay waxa ay yihiin inta ay u qaybsamaan asbaabta keentay fitnooyinkaasi in caalamka islaamka oo idil ay saameeyaan sidaba nagu hortegi karnaa mowduucaana waxa uu ku saabsan yahay fitnooyinka sidii aan uga hortegi lahayn. Ugu horreyntii waxaan ku soo dhoweynayaa Sheikh Cabdul Xay. Sheikh Cabdul Xay, markii hore ku soo dhowow barnaamijka dadka iyo diinta. Waa maashanta Xasan. Sheikh, san la soconnaba adduunka maanta waxba nagama qarsoona. Muxuu ahaayey caalamka islaamka oo dhan waa maaragtay musiibooyin ayaa ka jira. Markaan ku hadlayno fitna, fitnadu talo maxay tahay? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وما سنتهي رنتي يعني انت ادون كان الجوغو ودار امتحان بان لها دايو امتحانات يدباتوين ايال المرا وحسو دفاء اما اسكاد عهنا ما هنه ووح يعني اسباب تيدالي او اما نتيجة ديدو وحي كتل الانسان اللي يقانو هدي معناها فتن مركي اللي يلاه مركي اللي يحضل اسلام مصطلحاس لان شيء مركي ربين اللي فهمه حال قيحة قيحتان كيسة أو حدد كيسة وحقوية مركا فتنو أصل كيادو حال إلى هذا دهبك رولكو مركا لغا صوب بحيو وحا نعيد أغاد إلقان ما دام عرادة وكود حجري قيب كم إذا عرادي يطلوبادي وكود حجري أيا كود إلقان معدان تأصل كأه دهبك قيمها بضان وكماش لغا صوب بحي مركا ماشو حاس كود إلقان وح أصل أه يوحان أصل أهين أو لكن كود إلقان أو يعني درس لا مركز سي وحي أصل كهان الله هلا وحي كل جنا يعني أصل كهينا بناه وصو بحان كلاي الأيام اللي جري والو كلايا كلاي رين تاسلو كلا سارة يذهب كا يو عرضه كل جنا يقشن كا يو وحي الله كره كسي سارة لو جنا ذي فينا يو تاس أصل كسورة فدنا اللي رهذا مركز ذهب ماشان كمان على يعني نه دين مركز لقاه الله يو فدنا محيط هاي مركز اللي رهذا وحيط هاي فدنا ذو إيمان كا إسلامي ما ذو waa wax aad u qiimo badan oo dahab ka daan tilmaamayn dadku ay jecel yihiin way ka qiimo badan tahay diintu oo dadka ay dahab ku la macaan yahay ama la fiican yahay dhinaca kale waxaa la tusinayaa dahabka wax ka qiimo badan inuu jiro oo ah diinta diintaas qiimaha badani qofna asal ayay ka tahay run ayay ka tahay oo iimaankiisa dhab aho yaqiin ayuu arrintii u qaatay oo ku qancayo kuna waxaa laga yaabaa marxalad uu arkay dadka muuminiinta inay waxoogaa dunida yar haystaan oo ay fiican yihiin oo barwaaqaysan yihiin oo بن آدم كنا سيسا ماش يعني مرو تعالى وحاجة نع في الدنيا لجيه لا يو أو كليو إنه كصوح بنا يدعي كرتها قف مركا عن أصل أهان إيمانك أصغر رومان حقي سكعت عن أهين أيه وحوش يا جنا يا إنه مؤمن هاي أو إيمانك أسفي عني إنه كت المامية لجما وارن هايو سكت المانو لكن الله سنة دي سوحي تاي ساس ذاتك لو قطع في ماي إنه ساس كع هذانو إلى على جك هلا سارو مركا سقران كحولي هاي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب يعني سيدة أدسكودوا بنتين مؤمنين أهنا أولدين إلهي نكون ضعف مايو إلى أنتي الأسكول لايو أي كسو كالبحان قفك مؤمن كربت أهو طيب كأه يميت كأن طيب كأهين رب أين كاهن دين توي بناك صباحان وأنا السنة إلهي الله مرايو إلهي أويري ألف لامي ما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين مركا معناها في النظر واسبلالين مركا لو مدوي كي ايمان كرتا وهي كي ايمان كرتا دد ان ايمان كاس كو اوغولين او انبا من رومينين ادو مخاد رومايسان تاهي له اني كو امتحانان واي كو ديبان او ديباتاد حقاد اي كاتيمادو مركي تاسي دحدو ديب ماله وا وخل اسكو اوغيه حنون كوما هيس قفكا مؤمنكا مؤمنينتي تاريخ لا سو غلينا مركي اي اوغ ايمان جيرتي حنونكو اما ديباتادو dad banaankooda ah waa waxay ku sii talagaleen Soomaalida xukuma ama hada qori ajibiso qajiftiisa laga manno waa wax dabiici ah iimaan baad leedahay kan kale iimaan male
sababta aad u yeelatay amba macna yeelanina ayuuguna ku ogoleen marka imtixaanka xagga soo imaanaya taas marka dhib male wakadaalka jacalna li kulli nabiyin aduwan min al mujrimin wa arin dabiici ah oo qofkaas mujrimka ahi maxaad adigu u toosantay ayuu kula dagaalay fidnadu waxay kale noqotaa dadka muslimiinta ah markii ay muddo joogan yaani hadii cadaadiskii kore ee dhibaatada uga imaanaysay la waayo dhexdooda dib isugu laabta isugu laabashadaas fidna gudaha imaanaysa marka taas marka taas way midda xanuunka badan oo markii mu'miniinta taasoo kale ay qabato ay tahay maxaan ka yeelaynaa seel isaga digaa leanna qof walaalkaa ah oo iimaan kula leh inaad isku dhacdaan ama aada isxumaysaan waxa laga filayo male sidan waxa waa nambarka meeshaad ka filaysa xanuunkuguma hayo laakiin meesha aadan ka filayn markuu kaaga yimaado wuu xanuun badan yahay marka laba aan u kala qaadno mid oo bannaanka ah oo yacni iimaankaas maxaad u leedihiin oo ay jeclaan lahayn kuwa aan mu'miniinta ahayni inay sidoodoo kale aan noqono sida qur-aankaba uu tilmaamay waduu low takfuruuna kamaa kafaru fatakuununa sawaan oo aayadka ilaahay uu ku yiri wada aladiina kafaruu min ahli lkitaabi waxay jecel yihiin low yaruduukum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim inaad sidoodoo kale noqotaan iyagoo xaasid idiin ahoo nicmadan aad haysataan maxaad u haysataan idinkula dagaalaya taas waa mid oo dhib male waa laga filaayey wadadii loo maran waa la yaqaanaa laakiin markay gudaha soo noqoto way xanuun badan tahay wax hadda bilowdayna ma ahane taariikh dheer ayay leedahay muslimiintu inay hoos isugu soo laabtaan oo ayaga iswaxyeeleeyaan dhibaato taariikhi oo soo jirta ayay ahayd markay dhacdana waxaa loo baahan yahay intii nusuustii kusoo aroortay laisla akhriyo in la yidhahda saasi wax u jiraane adigoo intee danku ah maxaan lasu caqli celiyo marka axaadiis arrimaas kusoo aroortay ayaa jira axaadiisaasan xusuusinaynaa dadkeenna kadibna waxaan xalkii iyo maxaa dardaarana ayaan insha allahu tacaala kasii hadli doonaa sheekh waa mahadsan tahay min axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a baadru bilacmaali fitanan ka qadci leyli mudlim yusbixu rajulu mu'minan wayumsii kaafiran wayumsii mu'minan wayusbixu kaafiran yabiicu diinahu bicaradin min addunya xadiiskaasi muxuu ka tilmaamaya wuxuu ka tilmaamayaa inta aada fursad haysataan acmaal fiican qabsada waxaa imaan doona dhibaatooyin sida habeenka mugdigiisu isuba bedelo oo kale isuba bedela oo habeenku aragtay markay gobolka u dhaco makhribka weli iftiin baa jira oo marka salaada makhrib laga soo baxo mararka qaarkood iftiinkii waxbaa ka muuqda laakiin markii hore loo sii socdo hal saac iyo la gaaro ama toddobada iyo sideedda iyo sagaalka si usii socdo fajarka intaan la gaarin waa waqtiga uu ugu madow yahay habeenku kabacdi ayuu fajarki ayuu imaadaa marka waxaana dhibaatooyin sida habeenka saacadihiisu ay isuba bedelaan oo kale isuba bedelaya ayaa imaan doona inta ayna imaanin kasii faa'idaysta okay hadday imaadaan maxaa dhacaya waxaa dhacaya fidnadu markay dhacdo qofka waxaa ku furmaaya mawjado sidii hirkii badda oo kale ah qofku markaa isku adkaysi maaha dadku kuwa waa iimaankooda ayaa adag oo mawjadahaasi way u adkaysanayaan way ka leexanayaan kuwana hirka ayaa qaadaya kuwa hirka uu qaaday ayaa waxaa lagu tilmaamay saaka waxaad ku ogeyd mowqif wanaagsan oo fiican oo fidnadan iimaan inuu ka leexanayo laakiin mawjadii ayaa garaacday way garaacday bimacnaa dhinacyo badan ayaa laga soo galay waa lala hadlay waxba mowqifkiisa ayaa la jilciyey saanay noqotay adduunyaa loo soo bandhigay lacag baa la tusay war waxaan iyo diintan iyo iska dhaafali lacagtii ayaa marka la macaatay marka markaasuu ka tagay iimaankiisii iyo mowqifkiisii saasuu marka wuxuu ku noqday diintiisii iyo wax yaroo adduunye ah oo dhalaalkeeda ah ayuu ku iibsaday marka adduunyadaasi noocyo badan ayay leedahay maalkaa ka mid a jaaha iyo madaxnimada oo yani qofka intay madax marto uusan wax kale arkaynin inuu ayadaas un xaqiijiyo ma ogiye yani fitankaasi ayaa dhacaaya marka intaynay fitankaasi idinku dhicin ka faa'idaysto oo yani acmaal wanaagsan la imaada ayuu nabiga sal sl xadiiskaas marka mujadahaasu waxay noqon karaan dhaqaale maalay noqon karaan guriga way noqon karaan qoyska noqon kartaa yani maaha keliya maalka keliya maa yani fitno kasta noqon kartaa way noqon karta wax kasta oo sidii saxdayd kaa leexiya oo kaa leexiya ha waa fitno qabiilkaa ka mid ah oo qofkii maxay ahayd asoo iska toosin oo yani ummadnimo iyo u fikira oo dadka in la dhibo naceb oo maslaxada ka taliyo oo yaa reerihiis intay dhinacay ka galaan waxay leeyihiin war reer hebel baa dagaalkii kulligood ku wada jiraan culimadooda iyo caamadooda ma kala harimmindunaha sheegeysa maxay tahay ma markaas waxay dhaheen faqiih tolkiis kama janno tago bimacnaa way fidneeyeen markii hore ahlujanno xaggeed u socday diintuu sheegayay laakiin intay dhinacaya ka galeen ayay fidneeyeenoo markaasa wixii iyaga ay ku jireen ee dulmiga ahaa oo yani way dadku ay dareemayaan wixii xun ayay dhexgeliyeen marka maalkuu noqon karaa qabiilkuu noqon karaa awlaaduu noqon karaa xaaskuu noqon karaa yani qur-aankuna saa mutima ya ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum wa awlaadikum caduwan lakum ati lleh waxaada waxaa fahdaruhum midka waxaa la yidhi inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitnatun wallahu cindahu ajrun cadiim
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني كوا دباتها وذا كلوا كده عميسة هذيلا كده ورسانين وذا عقل عرينين وهذا إنهم روحان تذكرنا أيوة سامين دانا وذا جاري دانا إن جد داية ما كأنت مدو مسؤول أيوة وذا سعرا وحي دباته ومدو كوا إن كوا ذا قبطان وقفل بين دانو ته قفل ذا جار وقدر نيسان المجرتة واجب أن سعرا يلو بهين ظلم يا ذا سيدو كلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حكمل حديث زينب بنت أم سلمة أم حبيبة عن زينب بنت جحش لذا هاي النبي صلى الله عليه وسلم ردد مكوكا كعي أي وحويري أسوق مركاسي أد مركزي ها أمر بيسن وينو للعرب مشرن هذا اقترب حديث كاسي سوق النبي صلى الله عليه وسلم وحياب إلهي وتصنع ياجري وسي شيء جايو سي شيغتاك سي شيغاينا ووحي من الله مرر وحاس وحسو توسايا سو افر حسن وحلا توسي درادت مرر وحسو توسايا سو اور حسن وحلا توسي درادت حديث كان مركه وحكم دي هي حديثتا وسو توسي نبي اسو ولولسن دباتا دحي دونتا او لا توسي درادت مركاس وله سو كخاي اسو دحاي لا اله الا الله الا قف مركه دباتا او اركو با كلمه او سو هريسه او توحيد كايو قبسنايا انغ ود ارتين مركه مشاكل ادي مالك دحان ددكو دحن وحاي اسكو درا هل مر لا إله إلا الله أيقوا كحن وح ماشى كدعي مركب وح بعض النبي صلى الله عليه وسلم تسيء مركب صوصات تسيء أصوغوا لي أصوغوا له لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب عرب ويل هلاك أيق أصون هذه لبات سوين أيق صار رواتي مركب سا لبات وين وقريب كم ذاك الشراء وحوله ما أنت ماشي جوج وما جوج يعني درب يقولوا حري وصورة الكافي على شيء كي ضد أول إلى جوج وما جوج ومفسدون في الأرض يروك حماية وضد اللي بيجري ايا ذو القرنين بمشي تغي دربي ادق ايو ماشي كدسي halkaas ay ku xirmeen marka wa mufsidiin fil ard hadii dirbigaas u dumo wuxuuna dumaya xilliga qiyaamaha u soo dhawaado ayu ilaahay baabiinaya wa calaamadaha qiyaamaha ay ka mid tahay xul meeshi dirbigi nooca saahid maanta waxa ka jabay oo ka furmay qayb oo midan uu ku tilmaamay gacantiisa intu isku xiray suulka iyo farta kale dulal inta laag ayaa ka furmay marka dulalkaas oo marka furmay wuxuu waasac noqonayaa hada xiliyan ay mu joogno meeqa dulalka ula sii akaad ayuu kula tahay dubarigaas oo intaas la akaa intaas ayaa nabiga dhibeysay oo inay soo dhawaadeen oo soo furmeen waxay mar bilowdan waa waysiis oo si waasac noqonayaan markaas waxay weydiisay rasuulka ilaahay halaag caam ah oo dadko dhan wada gaara miyaa nagu dhacaaya ayagoo ay jiraan dad wanaagsan fiina saalihun ana dadkaas waxay aaminsanaayeen dadku waxyaabaha ay ku badbaadaan waxa kamid ah ducada dadka saalixiinta wana tu quraanka oo tilmaamay oo nabiga markuu joogayna waxa inta la joogtay la halaagi maayo markuu nabiga tagayna waxa la leeyahay inta ay ayagu istighfaar la iimaanayaan kulli hal mar lama wada dhameynayo waxyaabaha dadku ay ku badbaadaan waxa kana ducada qul ma ya'ba bihi rabbi lawla du'a'ukum marka soo dad wanaagsan ma joogan oo ducaynaya mar walba way jiraan oo dad masajidada dad aan fidnooyinka ku jirin dad maxay ahayd wanaaga jecel dad mar walba yaani gacanta kor u taagan tahay oo ilaahay ka barya inuu wadanka ilaahay wanaajiyo ummada ilaahay jecelaysi ayaa mar walba jira marka ayagu dadkaas ay noo joogan oo khayr uu nagu dhex jiro miyaan la baabinaaya marka sanaa wuxuu rahaa hadii xumaatadu ay badato bimaana hadii wanaaga iyo xumaatadu xataa iska dhow yihiin oo wanaagu uu yara badan yahay ama ay xataa siman yihiin waa la badbaadaya laakiin hadii wanaag inta ka shaqeynaysan in yar ay noqoto xumaatadu ay badato qofkii wanaagsanaay waxaan ka tirada badani si wax uga qabto way adag tahay marka dhibaato meesha ka dhacaysa marka si loo badbaado waxa la rabaa in la yareeyo xumaatada inta wada si loo yareynaya qofba qofka uu u dhow yahay ayuu celinaya oo leh dhibaato naga daa wa taqoo fitnatan la tusibna waxa loo leeyahay waa sidaas waa mas'uuliyad jamaaciye oo dadko dhan ah inay yaani xumaatada iska celiyaan hadii la iska celin way xumaatada waa la wada halag samaya hadii iska naga salaasay waxa uu ku tilmaamay dadku inay yihiin dad sidii midan doon wada saaran oo badda ku jirta ama wabiga ku jirta oo laba dabaq ka kooban oo dabaqa kore maadaama soo kor ka furan yahay biyaha kor laga soo qabsan karo meesha hoosana ku jira ay kor u baahan yihiin mar walba hadii wuxuu yiri ku hoos ku jira marka oo doonta salkeeda jira ay jeexaan meel doonta kamida si ay biyo u cabaan kuwii kore iyo kuwan isla degaan laakiin kuwa kore hadii ay kuwan gacanta ka qabtaan oo dhahaan xataa anaga fadhigina idinku keenayna biyaha ha jeexina haddaad dhibsanaysaan inaad jaranjarta soo fuushaan ood kor soo fuushaan anagu noo soo sheega biyaan u baahanahay halkaas aan idinka soo daray anaga idin keenayna najow wa najow jamiican kuwana way badbaadayaan kuwana way badbaadayaan marka ummaddu budoontaasi wada saarantahay fitanka iyo dhibaatooyinku waxay la mid yihiin doon jeexitaankii si dadku ay u shiidaan ama u degaan haddii marka inta wax duminaysa ay bataan
دونتي وحاله هو أوي دقيسا هدي لكن أنت وح إرعلنا يس أيبدنيهين وح واحد منا يجريهين أنت عشان أنت لقى قبته حاول دتكي كي أصير نفسه هلاك سامي لا حماتي ده ربينا دنا أوجرته وبتبادع يا دتكي كلا سقدم بيجي سوكو هلاقي العانة أيقونه بتبادع شيخ أمات سنتهاي هدنا أوجدو قلنا وحن كسر هذا الناي محوهاي وحياة عادية ترى بدن أنا أوجدو من ردن كاسيو فتنو يمكن أنك هذا لأنه أنواع مليين وحياة بدن مليين محسيه نوعي بدن أي في ليه هنا في نوعك وحكم ده تيا ده بنت الماما هنا علمي يرضى ومثلا أقوام درهذو وافدنه جهلية يعني هدول قف كأقوام لهين وحنا كلا جرنين وحي وحي كليهين شيء والباباس كأوليه هدان لسينينا هدول قف حتى وناك ربو وناك بره يروح متريسو هاد مثلا كسوقات استقامة أما توصنانته يعني قف إنه توصنا ويفي عنده لكن سيدا أصدق أي توصيل ولا تحي هدو أقاطع أو عن توصيل الإنسان صحيح ما في عنان يسوع وقرآنك يقول ليه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغو يعني توصلوا نبيه أذجا أنت كل جرت هاد توصل هذا ولا تضغو أنا حد جد بنا حد جد استقامة على جسوا هاللاي حد جد بنا وحيت هاي قف يأصور نيتسن يا وحلاقي يا بقى إنه حد جد به تسألها نصدق حدينين قريها النبي قد تكن صلى الله عليه وسلم والنبي قوي دين محوص سمايا أو حس ما يلاش شيء، ويرينا بقدم بيجي هرا كيد دم بيجي هرا بالدافع، إنه عنو عمل كبدن عنو لا إيمانه، وعندكوا جارميد ويرانو مجوسنايو، منو ويرانو جمالن رن وان صومنان عيا أو سنة كورن أ، منو ويرهبين كورن يان تجنان عيا أو مسيحانايو، مركا نما كان دا هرمها إيش شيء ما كسي الله فيريو، بحن معه، أو يعني نيت سمي أ، عور رن عن سلاد وتجنان عيا، قفن حس ميني قربان مون جراعنين أو منكر مون السمينين أو حماكم مون جرين، وصلات. كان أصون كسنة كده وأنا صومران عليه وحوكه الله ما هو قفان حمين عيا مال بندع عيا قف بندلا عيا ما أكحوكه الله وحسوا كده وأنا صومران عليه ولا ميدو حلي عروتا إياه وين كان يو مشغول نايا ضاع عدي إلهي نوفر قلبي لها أي إجا مشغول نايا مركه دان وحبيب جورسينو عروب أنا قلنا وبيل بان ليجري منه أنا كون نفتي إيه نقطه وحوكه يا رانس كونه يبي نسكع منه نسكه لا أنتوا لنقوض ونقوها عبادة شو نبي صلى الله عليه وسلم حكم مدينك أساس لهذا مكان سيدنا ها خير من ولجن رسولك إلهي حول ما يساس معه أنا أقول وأنا صيح ذا وأنا صوما حوالي أنك وأنا جورس ذا صنعة إذا أمجدك يقولون واسد عسى قف كسيد سكد ولا إما ذا أنا جاي وامد ذا مرك استقامة دي ترى لبضنا إذا يقربين إلى سميان ما دام السيد أي أحد أين أحين ولا جعلي أي مرك ملقي أنا فتنة كنا قلنا هذا مرت ولو امتحان ولو امتحان لها والغرفة فاضي لها فعلا بعد عذاب ومثلا نبي صلى الله عليه وسلم صحابي يقول إما ذي يا أعمال بضاعة أن يوجد ولا استراتيجية أهان يعني أنت عشان سمينا يا نبي حضرنا إنه حكت لهم ويرى هذا أنت أسكت ناف أنت أسكت ناف مركز سوي حوله ما أود يدي بان لا يا وهي هذا أود يدي لا ده أود يدي بان سؤالها سيدي يا الله ناف حلوة وهي نينكي مركو مدوه ذي نبي صلى الله عليه وسلم وجيري وذي وسيجو أسين الداء كذا بتمد والشرع لأن يرنمت كي يحوج ولا أصلا لهين يا وحكو على علي جري الله رخصة النبي جم حنسك هذا وهاي ما أنا كنا بيجي رخصينا ولا ها فرصة ده اسمحنا وقف عيد سوى واحد ونبي يقول يقول أنا كم تيجي كرو تبرت عن قصة وهذا لحنا ما هاي مرك الدين تين ودين نصيحة أها يعني قفك مستقبل كيسة واحد قول نقنا يصير عيتها تلون عكسنا يلا قصينا مرك اللي بعتوه إنك في النوي كيترب ذيهن وحاكم إذا مثلا مالك يباكم إذا وحاكم إذا عروتي باكم إذا يعني ويترب ذيهن جاهي باكم إذا وقفك يعني نبي صلى الله عليه وسلم ويرى ورابة جاجة لبا ورابة أو جاجيسن وعري مال جوجا لوسي دايي سيدا يقول في السادين أيان كما في الساد بدنا قف كمرك أود كده ذا لا يمال يجاه أتهشت سيد الدين تسأو في السادين شو مرك ونوع كم إذا نوع إذا في السادين مرك إلهي نصقه الدنيا يرجع للجوع يا أنت سبحان ربا إن ستواصل الله رغمه حديث كم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله أيما هرج أي ما هو قال القتل القتل أنكر من علمك هذا رواتك هذا شو فتنة يمكن كم دي هاي إن جهلك مر والبؤ وبتو إن فتنة هل كاسي كذا لنا شو شح شح وحواي وحس أقول عن شرعان فتنة إذا كبر وما شر وها لك سبب نبي صلى الله عليه وسلم حوري إياكم والشح سك إلى عليا بخيلتني ماذا بخيلتني ماذا صومال بخير ما ينقطع لكن عربي البخل والشح لبوك ليه وحالي هذا البخل وحده وعلى هذا قف هنا دوديته شو حقنا وحالي هذا وحدتك على الحي أما هذا وبعض الله هين هنا دوديته
وترى هذا يعني لسين يعني دنجود وكله دنجود وكله مركب واحد سوى قرآن شرعان وين معنا ما حي عليه نبي صلى الله عليه وسلم أنت على سيدة أه دت كيدين كيدين كهري وحيو كحم بارتي إني دي جودة داديان مركب على سوى قرآن وين بابا ده قف ماله وكله بحان ماله وحوله قف كان يساعد وحي أدي أدربتي أوه هشوف روح عن كهر تاجن يكون تيدن ما خارجي شو مشك بحس هذو كب حيانا waxa uu raadinayay iyo waxa uu sameeyay wax isku dhaw ma ah markii aan fitooyinka waxa kamida waxa soo ogolaanshaha ahaan taas oo qofka asaw wax walba asaga isu rabo markii taas waxa inoo dhacay fardi ahaan oo inoo dhacaysay oo dadkeeni waxa ku dhacay mushkilad waxa soo kala oo qofkii inuu bal asaga wax u baahnaa oo iska ogolaado oo qofka kale uu siiyo inuu yartaayo waa marxad iimaanka loo baahan in la gaarsiiyo ee thaar la yiraado waxa uu baahantaa walaalka ina oo ogolaato iyo fursad aan anfusiin walaw kana bihim khasaasa mid danta guudi wuxuu ku saabsana mid walba qof walba wuxuu aaniga umu soo istaagay marka aaniga laasna waxa waa lagu halaagsama waxa qaba qofka inuu wax ogolaado oo khayrka walaalihiis inuu u gudbaan oo raali ka noqdo asagoo haduu doono yani waxa waaye Soomaalidan hore dhaqankeena fiican waxa kamid ah Soomaalida ku maamahan hunguri ninka jacel baalasiya qof aad arkayso asaga mabda' kale lahayn oo wuxuu u ordiyay waxa ay tahay hunguri ay tahay madam u ka jicil yahay waxaan u tarmayse hawl iska siya markaas ay sharaf ay ku noqonaysa aad markaas siisana waadna waad ka nabad galeysa asagina yani dibki uu sameyn lahaa iyo wax walba nabad galaya laakiin markii hore waxa intaas oo dhan ka sii fiican in dadko dhan laga wada tarbiyo liinaado waxaad walaalka oo aan raali kaaga ahayn aad ka qaadatay ilaahay ku barakeyn maaye arinta inta iska deeyso wixii dadka ka wada dhaxeeya ha laga wada tashado ha la isor dhigo laakiin nabagu sii tilmaan wuxuu ni asoo ansaar la hadlaya gadaashay waxaad la kulmi doontaan wax la yiraahdo al-afara al-afara waxa la yiraahda waa al-infiraad yani in la kala noqdo wixii dadka ka dhaxeeyay marka nagu markii taas ay yiraahdaas ay ku dhici doonta moona dhin ka idin diidan ama idin ka cishanaya ama idin diidan ka xoog oo ka soo dhacsado la dagaa moona dhin wuxuu iska sabra ila aad xawdka aniga iga imaataan yani abaalkiin halkaas ayuu jiraa way maana marka qof aakhara marka qofkii wax u tanaasula dadka oo fiiriya maanta inay adduunyo tahay barin aakhara ay tahay ajirka laga helaayo dadka musaalaxayntooda iyo isu keenitaankooda aad u weyn yahay adduunkiina sharaf iyo cizi ayuu ku helaaya aakharna ajir ayuu ku helaaya marka waxyaabahaas waxa uu baahan yahay marka in la iska wacyigeliyo oo bakhayltinimada iyo shuxiga wax dhibaas iyaga in la yiraahdo cilay u roon yihiin ma jirte hal iska daayo hadiiska hadan si dhameystir waxa kamida oo yakthur alharj قالوا يا رسول الله أيما هو قال القتل يعني زمن كيسود لو دوانا يا التقارب الزمان معناه ذو حيتها هاي يعني حين لقى فتنكو أي جرتو يعني معلنتي يهبين كي يعني يسود دوانا معناها ضد كي مشغول باقلا لو غف موت وغف دقن معه مشاكل هذا حاكفرا يعني ليابلة مرك أنت كسؤال أنت كسؤول يا ضد كي قال كيس معلنتي ويقولوا بيان وهذا وحين وعرني قف كويدينا ما أنت معلنتي لجوجا هذا زمان تي حال جوجا معلنتهاس markaas waxa uu leeyahay iyadoo axad ama isniin la joogo wuxuu leeyahay ani maanta khamiis aan u maleeynaay shalay bayna jumcaha ayd khamiis diin aan joogaa marka waa arrimo la yaab leh waxa kamid markii yaani dhibaatooyinka harajka yaani aakhiru zamankaas waxa badanaa dilka badanaa alqatl nabagu sii tiri alqatl inuu badanaa hadda maanta waa arteen adduunku bari wuxuu kala xirnaan jiray laakiin maanta adduunku isku furmay maalin aan wax la dilayo ama telefishinka laga soo deyneynin ama idaacad aan laga sheegaynin ama internet aan la soo dhigeyn ma jirto zaman kulu soo dhawaaday maanta jumca marka aad joogto hadana isla jumcihii kale waaba la joogaa dadka qaar waxay ku dhahayaan in xaafadii tagno soo noqonay ayaad u maleysa marka waxaan ku jirnaa xilliyo runtii aad iyo aad calaamado ay u muuqdaan qof walba inuu iimaankiisa ilaashado oo aad iyo aad u dadaalo ayaa loo baahan yahay marka waa calaamado kamid calaamadaha ashraad saaca dabcan in badan oo kamidna waa la arkay calaamadihii yar yaraa ee qiyaamaha inuu soo dhaw yahay nabiga soo bixintiisa ba kamid ahayd waxa dhimanay waa ku waaweyna oo caadi dadka loo tusaayay oo midalan kuwaasna waqti wado bay leeyihiin waqti ay noqon doonaan inagu ma inoogin laakiin waa noocyo calaamado ayaa socda ee qof walba markuu xal rabaa inuu asoo calaamadahaas fiirinaayo inuusan adduunyada aad isugu sii dhajinin amalka weyn ee dadku ay ku xiraayaan oo sanada ay sii qabsanayaan iska yara yareeyaan oo yiraahdaan waqti lama garanayo minsa qofa si sahlan oo inooga baxda maalin walba marka qofku mar walba dareenkiisa u taagnaado ayaa loo baahan yahay وهكذا الشيخ عبد الحي وحكله جرم حواي وحياه بس أن سوشي عنا يدان أسباب مجرتا كي أنت مرك أسباب فتنوين كاس أبو رئيس هذا ديل كوك على علم يريد أو كله بخل نمذ أو كله وحياه بس أدان أسباب مجرتا أسباب طرفت أبو رئيس ويبدين هذا ما يش من الجوجو وحيو كل حيران بنا سبب وقع سيف يعني وحنا آدي آد أرين تاسم علن وقع أو كشقة هي شيطانك شيطانكو هذا العرض وسيء تري
يا قفك كله حلايا إنه سكر أم مغلي أما إنه سكر أفهمي في النام يشكل على نسب في الناس مركو حلايا ذا إسفهم الآن أنت هالصومرة وحنا رنا مركا أيوة ضدك سعود دارنا يا ولاك هذا الآن سوء إري أيوة سكر أقاطي مركا هذا الصومرة حكومة ماذا قفنا سوء يري قفنا سوء قاضي مركو عتاس في النين قنا وحكم إذا مثلاً إن الأسقوق قبضه وحيابه ده تقول كده هي وقفل بقول هذا أنا قاضنا هاي وحكم إذا مالكي أو مثلاً يعني الأسقوق قبضه أنا قاضنا هاي أنا قاضنا هاي يعني أسبابه مرة بمشي للجوجاي سواء قلنا قنكرة لكن أسباب ترك أقوى عندي كنا البعد عن الدين أي طبعاً البعد عن الدين وقريب كم يتأه وقفكو يعني هدول أهل الدين يا هاي هدي حتى في النظو سواء قابشوا يعني وكتب بعرنكرة عمر بن عبد العزيز وقال له يقانه ده كقاركي خامس خلفاء الراشدين كنا نيسان يا وحول الفتنة إذا أقبلت يعرفها كل عالم وإذا أدبرت يعرفها كل جاهل في النوم مركا إيساس عطه قف كستو أقان لو جرنايا لكن مركا دتك مرتوا ويوضع صلفته دتك وأي بربريسو والوجه لاكسمه مركا سقف كأقان تعال لهين وروح عن محنوجي محن وحن دونيني لكن قف كأقان تلاه مركا أركوس الله رقم معي تصرفات ماشى كسرعة إني ماشى في النك إيساس عطه وجرنايا ساس الصومال وحكم مع ماذا في النوم أفلا قبتي ليده مؤجي دبلا قبتم ماله مركا الوقاية خير من العلاج داوين تكفي عن الد يعني كورتجا كفي عن الداويو النبي صلى الله عليه وسلم وحمق على قول لي هذا بني عمرو بن عوف وحقا خلافات وكير دح دحيو ومغلي بس وركاس مركو مغلي لا خلافات كبرناك وقصة سبحانه لمون السوين وآذي كاسو سو مسلحي مركو مسلحي أي حقا راشنا إن قصة ميان لأن النبي مرتاع يو هاي حقا أي مركا القصة ده إلى سرادي وقت يدي marka ay saxabtu ay salaadi iska sii galaan marka yaani ahamiyada ay leedahay in dhibaatooyinka laga hortago diintiin aad ay u tilmaamaysa marka waa wax aad u qiimo badan arintaas in laga hortago asbaabahaas keenay oo dhan hadba marka la joogo sababahaas caamka ah waa qofkii inuu san aqoon lahayn diintii in laga fog yahay wixii dhaca inaan hab yaani iimaan iyo hab yaani maslaxadoon iyo aan loo xalinaynin ee loo xalinaayo yaani hebel iska celi iyo maxay ahayd ka argooso naayib la abuuraayo iyo uqdad iyo waxyaabahaas oo dhan ayaa asbaab waxa uu noqon karaan inay fidnada iyo dhibaatooyinka ay sii badiyaan sheekh gabgabadii ayaan isla soo gaarnay barnaamijkeena ee dadka iyo diinta ee farinta ugu dambeysa ee aad ee maxay muslimiinta ay dal u direysid gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ee uga hortagaan fitnooyinkaasi anaga Soomaalahan marka la eegana fitnooyin badan oo runtii ugu har aan ku dhex jirnaa oo aan la soo koobi karin nolol iyo wax walba saameeyay marka sidee baan uga hortagi karaa waxaan dhihi lahaa xadiis aan ku soo gabagabeyno xadiiskaas wuxuu leeyahay saxaabi jaliil Abdullah ibn Amr ibn Aas wuxuu anagu safar ah ayaa nabi sallallahu alayhi wasallam baan degnay anaa marka qof walba shaqadiisa iska haysto oo mid geel la jooga iyo mid maxay teendar dhisaaya iyo mid iska shish baranaayo oo falaari wax tuurtuuray ku anoo ku jirna yaani waxa dhawaaqay mid dhawaaqa oo nabi markii arin muhiim ah dadka inuu sheego uu raw oo dhigi jiray soo yar dadka waxaan dhigi jiray as-salaatu jaami'a sida ayuu yiri nabi aan soo imaanagtiis markaas wuxuu yiri nabi kasta oo taariikhda soo mara ummadiisa wixii khayrna uu sheegi jiray wixii xumaato ahna uu uga digi jiray ummadaydan oo hadda ahna caafimaadkeeda iyo wanaageeda awalkeeda ayaa la dhaxgeliyay waa asxaabtii iyo taabiciintii iyo wasa yusiibu aakhiraha laakiin wuxuu yiri dhammaadkeeda aakhirkeeda ummadayda waxaa ku dhici doona balaa'un wa umuurun tunkirunaha balaayo iyo arrimo aad la yaabtaan ayaa ku dhici doona marka waxaa ku imaan doona fitan ama dhibaatooyin oo midba midii kale ay yaraynayso oo qof markuu midii dhex taagan yahay wuxuu leeyahay tan oo kale imaba soo marinba marka saas waaqac u sawiray ya wuxuu hadaba qofkii raba in ilaahay janno uu geliyo naartana laga dheereeyo geeridiisu ha u timaado asagoo ilaahay aakhira rumaysan dadkana ha u la yimaado wixii asagu uu jecel yahay inay ula imaadaan marka dardaaranka iyo khulaasada aan ku soo gudbin waxay tahay inaan xadiiskaas qaadano ah yaani iimaankeena inaan xoojisano dadka iyo macaamilka naga dhexeeyana qof walba uu saa adigu jeceshahay inuu ula dhaqmo dadka kale ula dhaqan sheekh abdul hay aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa runtii sida wanaagsan ee barnaamijka aad magala qayb qaadatay insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa in bulshadeena Soomaaliyeed aan dhamaanteen baan ku wada faa'iideysanay dawdayaal barnaamijkeeni dadka iyo diinta oo todobaadkan aan uga hadlaynay fitnooyinka iyo noocyada ay u qaybsamaan anagoo markaas ku soo qaadanay
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قيب كم إذا سلمك أنا كتر جميسة فتنوين كيس إذا أن أجهر تجلهين وحنا مرتي نوجوها برنامج كتدبات كان شيخ عبد الحي شيخ آذن أو إمام ك أمام خطيب كمسجد عمر بن خطاب سلمك أنا برا جامعة ذات أدب مهتسين هاي شيخ السيدة ونعكسن وقت كيس أو نوجو هري إذن كنا أدب مهتسين تهين لسعود كينا وإنه تدبات كدم بها دي برالي كان نغضو إيو موضوع كالي أو آنكو سوقاذن دونو برنامشكا دادكا إيو دينتا سيدا إيو نبيت